قصه جواهر وخالد اليكم التفاصيل تبدا القصه بخطوبه خالد على حبيبته جواهر بعد قصه حب رائعه تجمعهما واهم شروط قبولها انها انهت دراستها الجامعيه حيث كانت من المتفوقين اكاديميا وخالد يوافق على ما تريد لكن رغم الحب قبل زواجهما بدا خالد في اهمال زوجته وطلب منها ترك جامعتها لانه في رايه ليس مهما للمراه وأن تربي أطفالها هي الأفضل بالنسبة لها قبلت جواهر ذلك لكنها وافقت وكان هذا الامتياز بداية العديد من التنازلات فى الوجود دون أدنى اعتراف من خالد مرت الأيام وبدأ خالد يشكو من شكل زوجته وتصرفها رغم حبه الكبير لها وإنه سبق أن تفاخر بها أمام الجميع واعتبرها أروع امرأة في العالم كل التصرفات أثرت سلبا على جواهر حيث اهملت مظهرها وملابسها ومظهرها ونفسها تماما وشعرت بها كل من راها ادرك مدى بؤسها في زواجهما وفي يوم من الايام طلب خالد بيع مجوهرات زوجته الذهبيه لمساعدته على سداد الفواتير والديون فباع شقته بالفعل وانتقل الى منزل والديه وكان يقتصر الى حد كبير على الانفاق مع اسرته وتابعت كل هذه الأمور مع جواهر القبول والرضا الكاملين وبعد مرور الأيام تحولت جواهر من أروع فتاة في حيها إلى خادمة بسيطة في منزل والد زوجها خالد حيث تنظف وتطبخ طوال اليوم حتى عندما يأتي المساء تنام منهكة من تعبها دون أن تفعل ذلك تشعر بكل ما يحدث من حولهم بعد عشر سنوات من الحرمان على يد خالد وتضحية زوجته جواهر تزوج خالد من امرأة لم يراها مملة مثل زوجته جواهر في زواجها الأول وانتهت قصة الثنائي جواهر وخالد ببكاء دائم وحزن شديد من جواهر على حزنها على الماضي الذي لا يمكن رده على الحاضر الذي تستطيع تغييره وبكده انتهينا من الخبر بشكركم على حسن استماعكم ياريت تكتبولي بالتعليق ايه رأيكم بالقصة